ما ادري هاي مال تجميل ما ادري لا ما ادري والله ما ادري هاي يعني في المراية اخترعت بس ما ادري هاي مال تجميل لو غيرها يا 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 شوف المعادين هاي كلها قاعدة تسوي تجميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوي بس هذا عبط شو ترى يا سيقود وانت عابرة ايش مالكم؟ هاي ناس صايرة ما تستهكي ايش مساء الخير خيي مساء النور هي هاي عيادة الدكتورة عياد اي خيي وصلت استريحي الله يريح بعد ايش بعد روحي انا خابرت مطولي رقم 7 انت قبلي انا رقم 10 جوتشي شبه المودرج جاي تنفخين جاي اضرب بوتوكس انت هم جاي على البوتوكس لا خيي انا البارحة حركت مرمي بوتوكس على عيني بعد على شنو جاي والله يا خيي انا شافتي انا الله رزقني برجال بس يباوع عن الاسماء بس يباوع فتحت التلفزيون طلعت مذيعة بحثة قايوني اي يقلب من انستي يباوع عن البنات هذا التيك تيك مدري شو اسمها يباوع عن البنات قلت انا اجي اسوي عملية تجميل اتلاحق نروح انا انزل التمنين يا خي خي هم زلم كلهم هيجي عيونهم زايغة يا اول مرة اشوف زلمة يعترف على روحه شنو؟ نادية صبري مشتاق هاشم اي مع صح مو عليني مع مو عليني ها تفضل يا دكتور. ايه. شلون والله. مساء الخير دكتور. اهلا وسهلا اختي. تفضل تفضل استني. زاد فضلك الله يريح بالك يا بعد روح. يا 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 يا. انت رباك يا معود على كيف تحك؟ لا ترجعين. شوي 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 شوي. شنو هاي سرير مخرب. نعتذر نعتذر. يا بعد روح ولا يهمك. اهلا وسهلا بك. ولا يهمك دكتور هلا مرحبا. حياك الله. تفضلي يا اختي عمريني. رايدة تحسين. يا تحسين. تحسين شكلي العفو شوي يعني فكري راح بعيد يقول يا تحسين تفضلي اختي يعني انت شنو حابه تسوينه بوجهك جمال يا جمال جمال وجهي اختي الصراحه يعني شوي فكري جاي يروح بعيد يعني انت شنو حابه بالضبط انا قدك حتى لا تعبك وتتعبني انا شنو اريدك تسوي مثل هاي البنيه ما في وجه حالاتك نانسي عجرم ايه؟ بس اختي يعني الصراحه لا تزعلين يعني انت رادك هواي شغل وهيك عملية تكلفك بال50 مليون يا 50 مليون هي اللي بال50 مليون زي دكتور راغب علامة بيش عندكم راغب علامة رجال هم أحسن من هاي الشهرة أختي من الأخير أنت إيش قدم كاميتك 350 ألف دينار عراقي فقط لا غير ترى 350 ألف كامل